الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذا النداء الخامس. وهذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، سواء كان كتاب يوم القيامة أو الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث في هذا الذي نحن فيه كثير، لكن الشيء بالشيء يذكر. يقول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا سابقا: لا تقوم الساعة حتى تظهر فيكم الأسقام التي لم تكن في أسلافكم. وقلنا أن الفرق بين المرض والسقم أن المرض يعالج، جيب إبرة مش عارف إيش، حبوبة إلى آخره. السقم لا يعالج، تموت. والتاريخ من آدم إلى هذا اليوم ونحن في حياتنا وفي شبابنا عاشرنا أسقاما لم يكن لها علاج، ومات فيها المئات والآلاف، توفيين ما توفيين بالأربعينات والخمسينات إلى آخره. والآن هذه الكورونا. من أي ذلك نقول أن الإنفاق، النفقة كما قال في الحديث: عليكم بالنفقة بأن تدفع غضب الرب وتعالج المريض وتدفع الأسقام. وحينئذ على كل مسلم أن يعلم بأن شفاءه وشفاء أولاده ورزق الله له، وإذا كان له عمل فعمله يكون مثمرا، كل هذا بالنفقة. فعليك بالنفقة لأن فيها كل ما تريد من خير. ولذلك لما قال: ما سلككم في سقر؟ قال: لم نكن نصلي ولم نكن نطعم المسكين. يا يابا لا قال قتلنا، لا قال قال لا ما كنا نطعم المسكين، يعني ما كنا نصدق. وعلى ذلك تركتكم كما قلنا صلى الله عليه وسلم: تركتكم على السمحاء ليلها كنهارها. وهذا القرآن سوف نقول عنه يوم القيامة: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما في عذر يوم القيامة، ما في عذر، لن تجد لك عذرا أبدا. ولذلك الصدقة تطفئ غضب الرب، صلة الرحم تغفر الذنوب جميعا، إكرام الجار يزيد في الحسنات، أن تعفو عن من ظلمك، إن الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك عن كل ذنوبك، وهكذا الشيء بالشيء. خلاصة الأمر، وتكلم قليلا عما يعني يجري الآن من 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 بلاء في العالم من مشرق الشمس إلى مغربها. على حياتنا احنا جاوزنا الخمسينات والستينات والسبعينات والتسعينات، لأول مرة نسمع أن مرضا يشمل الكرة الأرضية كلها من مشرقها إلى مغربها يسمى كورونا. ولذلك إذا كنت ممن يؤمن بالله عز وجل وتؤمن بالآخرة، عليك أن تفرح ما دام أصابك الله عز وجل، أن ترضى بقضائه وقدره. ليش؟ اسمع الأحاديث: إن ليلة من الصداع تغفر الذنوب، إن ليلة من المليلة، المليلة حمى عندك في الليلة أنت مسخن فيها، تنظر العمدة يمشي وما عليه خطيئة، ليلة من الحمى، وما بالك بالكورونا. ولذلك كان المسلمون يفرحون بالبلاء كما نفرح الآن بالنعمة وبالمتعة وبالخير والبركة والمال والثروة. إذن إن الله عز وجل حن عليك من أمك وأبيك، والله عز وجل دائما يفعل الأصلح للعبد.
كما في الحديث أن يوم القيامة البلاء يقول يا ريت رب العالمين بعد ضاعف البلاء لما يشوف رب العالمين ماذا أعطاه من خير. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. إذن نحن عبيد، والعبد ليس له تطلع أو دلع على السيد، يطلب منه طلب. فنحن كل الذي نفعله أن ندعو الله عز وجل يا رب العالمين يا رحمن الرحيم توسل إلي أن يحفظنا وأن يعافينا إحنا وعيالنا وأهالينا وإلى آخره إلى آخره إلى آخره. إذن علينا أن نقول إن الدعاء هذا الثلث الوثقى بينك وبين الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولهذا يقول يأتي العبد فلان وفلان يوم القيامة يقول يا ربي أنا أصابني مرض كذا 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 وأنا ما شفيتني مع أني كنت أصوم وأصلي وكذا، بينما فلان لا كان ما كان لا يصوم ولا يصلي مرض وشفيته. قال له أبا أخذتك حقك؟ قال لا. قال هذا كان يدعوني ما دعيتني. وفعلا عليك أن تدعو الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. الله حن عليك من أمك وأبيك. تأمل إن كل أم على وجه الأرض لو خيرناها بين أن نقطع ابنها من إصبعه أو نأخذ عينيه تقول أخذ عيني، فما بالك برب العالمين. الكلام في هذا يطول، وكلما كررناه كلما ازددنا محبة لله عز وجل. الأحاديث النبوية يجب أن نعيدها دائما وأن نكررها دائما وأن نقرأها كما نقرأ القرآن الكريم. ولذلك كلما قرأت الحديث وكررته تكتشف فيه معنى جديد. من أجل هذا تجد كم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي و و و و و مئات الكتب، ومع هذا إلى اليوم هناك من يأتينا من بعض الفقهاء الكرام يعطينا مرة أخرى حديثا أو كلاما جديدا أو تفسيرا جديدا. الشيء من الأشياء المهمة التي نقرأها في هذه المجالات، كان الصحابة الكرام يفرحون بالبلاء كما نفرح نحن بالنعمة، وكانوا يفرحون فرحا عظيما بحيث أن تكفر الذنوب وتزيد الحسنات وتدل على رحمة الرب عز وجل. كيف رحمة الرب؟ كلكم تأخذون أولادكم إلى المستشفى حتى يطهروا، والولد يبكي ويصرخ وأنتم فرحانين أن ابنكم طاب. هكذا رب العالمين عندما يصيبك بالبلاء كما أنت تصيب طفلك بالبلاء لما تودي على المستشفى لكي يطهروا. ولذلك عندك رب أحن عليك من أمك وأبيك وكفى. يعني حتى واحد لا يضيع وقته بالكلام، هذا الكلام يخص بالكلام. هذا رب أحن عليك من أمك وأبيك، افهمها بسهولة بغير حاجة إلى شرح. ويوم القيامة تكتشف أن كل شيء فعله الله معك كان هو الصواب، وحينئذ يوم القيامة تفرح بما أصابك الله من مصائب وأمراض. ولهذا مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لهم على المرض، الصداع كيف يغفر، والحمى كيف تغفر، والمليلة كيف تغفر. واحد قال له والله يا رسول الله إني لا أمرض، أشو أنا ما أمرض. قال له أو أملك أن الله لا يحبك؟ الله ما يحبك. من أجل هذا يكفي أن تكون أنت من أمة محمد وهذا كفى. ليش؟ كل حركة من حركاتك هي عبادة، وكل ما يصيبك هي عبادة، وكل آمالك مقبولة، وكل أدعيتك مستجابة. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. الكلام في هذا يطول، ومهما حاولت أن تلم برحمة الله بك لن تستطيع، أو تلم بمدى شفقة النبي عليك لن تستطيع،
النبي يحن عليك من أمك وأبيك. ولهذا علينا أن نقول يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى كلها وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به بظهر الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا، وأن لا تمتنا إلا وقد رضيت عنا يا رب العالمين، وأن تغفر لنا كل الذنوب، وأن تجعلنا عندك يوم القيامة من أهل الجنة ومن الفردوس الأعلى، نحن وآباؤنا وأمهاتنا وأولادنا يا رب العالمين، وأن تحن علينا من كل هؤلاء، أن تحن علينا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأجدادنا يا الله. ولذلك نرجو منك شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لن نستغني عنها، وهي بأمرك وبموافقتك، فيا رب شفعه فينا يا الله، واجعلنا ندخل الجنة من غير حساب، لأنه إذا نوقشنا الحساب فقد هلكنا، أدخلنا الجنة من غير حساب بالدعاء، أنت قلت وقولك الحق، والنبي قال وقول الصدق، أنك أنت تدخل الجنة بالدعاء. ولذلك لن يدخل الجنة أحدكم عمله، حتى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتغمدنا الله برحمته، فتغمدنا برحمتك يا أرحم الراحمين نحن وجميع المسلمين في كل مكان، وانصر المسلمين في هذا العالم الذي يتخبط فيه الناس وكثرت أعداء الأمة، وانصرنا يا رب، وانصر بأهل بيتك في البيت المقدس وفي الكعبة وفي كل مكان، وانصر المسلمين حيثما وجدوا وهم عبيدك. انتهلك هذه الأمة لن تعبد في الأرض، ليس على وجه الأرض من يعبدك اليوم إلا أمة محمد، وهو حبيبك وشفيعنا صلى الله عليه وسلم. يا رب العالمين ماذا نقول؟ وأنت حن علينا من أمهاتنا، وأنت أعلم بأحوالنا، ونسألك بحق جودك وكرمك وعطائك أن تغفر للأمة كلها، وأن تنصرنا جميعا، وأن لا تمتنا إلا وأنت راضٍ عنا يا الله يا الله يا الله. وصلي وسلم يا ربي على محمد وآل محمد يا أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.